قرار الخروج المعارضة هو قرار صائب وجف وقته، لأن الاستيفاء في جانب الحكومة أو المساندة النقدية كان في الوقت ديال الأمانة العامة السابقة قبل المؤتمر 17، فلهذا كان واجب أن يتجمع المجلس الوطني اللي هو برلمان حزب ويخرج بواحد القرار اللي خصنا نطبقوه. فالخروج المعارضة كنظن أن جات وقته، لأن كاين بزاف ديال المسائل اللي ما موافقينش عليها وما يمكنش لينا نبقاو مستمرين في هذا الشيء. فلهذا حنا كحزب استقلال الحمد لله دائما سواء كنا في معارضه ولا في اغلبيه ولا مسانده نقديه الموقف ديالنا ثابت، والموقف ديالنا هو الوطن والمواطن بالدرجه الاولى، فلهذا ما تيغير شي حاجه كثيره. حنا غير راضيين، يعني كحزب استقلال غير راضيين على التسيير الحكومي وعلى الحكومه ككل وعلى ما آلت اليه الاوضاع حاليا دون ذكر المحطات والمواقف لان كثيره. لكن كنتمنى ان الحكومه تستدرك في هذا الشيء اللي بقى، انها تشوف شويه في حال المواطن بالدرجه الاولى، لان اللي متضرر اكثر هو المواطن. هذا كان قرار ديال المجلس الوطني اللي كان قبل ديال المسانده ديال الحكومه حتى قبل من تشكيل الحكومه. اظن انه الان بعد سنه كافيه باش الحزب يعمل تقييم ديالو حول العمل الحكومي والبرنامج الحكومي، وخرج بخلاصه انه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الحكومه لحد الان ما قايماش بالدور ديالها كما يجب. عدد ديال المشاكل لازالت مطروحه في مجالات الصحه، في مجالات التعليم، في مجال التشغيل، في مجال النمو الاقتصادي، في مجال المشاكل اللي كاينه عند المقاولات، عدم تنزيل بواحد الشكل قوي وواضح للجهويه، عدد ديال المشاريع او القوانين التنظيميه لا زالت تنتظر. هذا كله جعل ان حزب الاستقلال اليوم وضح الموقف ديالو بانه يعارض هذه الحكومه والعمل الحكومي، وباش يكون معارضه طبعا بناءه اللي فيها مقترحات وفيها اقتراحات وفيها بدائل اللي كيقترحها الحزب، واللي غتشكل النواة الأساسية ديال البرنامج اللي غادي يتقدم به إن شاء الله خلال الاستحقاقات المقبلة. الصفاف في المعارضة هو ناتج عن العرض القيم اللي قال الأخ لامي العام فيما يخص تقييم المرحلة ديال أكثر من سنة ونصف من المساندة النقدية للحكومة ديال الأستاذ العثماني، وبالتالي على أنه اتضح أن هذا التقييم لم يكن تكون هذه المساندة أولا في صالح الشعب المغربي، يعني لم يكن هناك تطبيق استراتيجيات حقيقيه، ولم يتم التشاور كذلك مع حزب الاستقلال في امور كبرى كتعني استراتيجيه ديال الحكومه بصفتنا مساندين، وبالتالي عنه هذا الاخفاق كذلك في التسيير الحقيقي داخل الحكومه ادى على أن المجلس الوطني يراجع قراره اللي كان عنده قبل ويصطف في المعارضه. ولكن الاصطفاف في المعارضه لا يعني المعارضه من اجل المعارضه، بل يعني بالنسبه لنا احنا داخل حزب الاستقلال المعارضه من اجل طرح البدائل. طرح البدائل فيما يخص الاستراتيجيات الحكوميه واظهار مواقع الخلل فيها، وبالتالي على ان طرح بدائل حقيقيه اللي الى الحكومه استفدت منها غتمشي في اطار مزيان، في اطار اولا تطبيق استراتيجيه حقيقيه بعوض على اننا كنعيشوا على ايقاع حكومه ديال تصريف الاعمال، ثانيا في اطار الاشراك المواطن، وفي اطار كذلك الاستجابه الحقيقيه للهموم ديال المغاربه كاملين واللي كنعانوا كاملين، كنعانوا من غلاء المعيشه، كنعانوا من غلاء الاسعار، كنعانوا من مجموعه من التجليات اللي كتؤدي على انه اولا كترتفع نسبه الفقر، طبقات متوسطه يتم انزالها عن الطبقات الهشه، وبالتالي على انه حكومه في غياب استراتيجيه حقيقيه ديال التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ما يمكنش حزب الاستقلال يبقى في المسانده ديالها. قرار ديال الاستفاف الى جانب المعارضه هو قرار يعني كيجي في وقته، وهو قرار بطبيعة الحال المجلس الوطني بالإجماع، وهو قرار مبني على حيثيات ماشي يعني تلقائي، وطبيعي جدا هو أنه بالنظر إلى الأسباب التي ذكرها الأمين العام هي أسباب موضوعية، وهو أننا مشينا مع الحكومة لفترة تزيد عن سنة ونصف تقريبا، ولكن بغض النظر عن القرار السابق اللي كان اتخذ في فترة ما وفي زمن ما وفي ظروف معينة كنعرفوها جميعا، ولكن رغم ذلك أننا الحكومة أعطينا لها من الوقت ما يكفي من المساندة النقدية، لكن تبين لنا بالمس أنه هذه الحكومة لم تترجم إرادة المواطنين في مجالات عدة،
مثلا الإصلاحات الكبرى التي كنا ننتظرها لا شيء منها تحقق. البرنامج الحكومي اللي كان ولو أننا لم نشرك فيه يعني لم يترجم على أرض الواقع في شكل المشاريع، وخير دليل على ذلك القانون المالي اللي جاء يعني كالقوانين السابقة بل وأقل منها، وكذلك الأوراش الكبرى المعلنة يعني في البرنامج الحكومي لم تنزل على أرض الواقع. إذن فهذه أسباب كافية يعني للخروج إلى المعارضة الصريحة. الحزب عنده مؤسسات ديالو، والمؤسسات ديالو هي المقررة وهي المجلس الوطني ديال الحزب. فالمرحلة اللي قبل فاش تكونت فيها الحكومة وديك اللي عشناها مجموعين، الحزب آنذاك والمجلس الوطني قرر المساندة النقدية، بل أكثر من هذا قرر المساندة اللامشروطة، بمعنى كنا في الحكومة ولا ما كناش في الحكومة. اليوم داز مؤتمر وطني 17، تبدلت القيادة ديال الحزب، الجهة التنفيذية والأمين العام، تبدلت المجلس الوطني لأن كان انتخابات في المؤتمر، هذا مجلس وطني جديد. فهذه القيادة الجديدة والمجلس الوطني والمناضلين داروا تقييم ديال الموقف. وحنا عندنا في داخل البرلمان كاين واحد الإحراج آخر دستوري منطقي، هو أننا حنا في البرلمان فرق سياسية، فرق ديال الأحزاب، وفي العالم كله إما أغلبية أو معارضة. هذه قضية المساندة النقدية، ما إما أننا في الأغلبية وسوف نكون في الأغلبية أو نكون في المعارضة. حنا غير مشاركين في الحكومة، غير مشاركين في البرنامج اللي توضع، لم نستشير في أي لحظة من اللحظات. إذا حنا عمليا ماشي في الأغلبية، حنا عمليا في المعارضة، الوضع الطبيعي هو المعارضة. بما أننا لسنا في الحكومة، إذا كيفاش غادي نساندوا ونستمروا في مساندة ديال برنامج حنا ما وضعناش وما مصوتينش عليه وما متفقينش عليه. ولاحظتوا في هذه المرحلة اللي بقينا في هذه الوضعية ديال المساندة النقدية وبقينا جارين فيها شوية، لهذه المسألة بسيطة، هو أننا عشنا الأجواء ديال المؤتمر وانشغالاته والأعمال ديالو، ومن بعد ديالو كان الترتيب الأولي ديال البيت الحزبي. وانتم كتلاحظوا مباشرة في المجلس الوطني الأول اللي هو هذا اللي كنجتمعوا فيه اليوم، خرجنا بهذا الموقف ديال المعارضة أنه الطبيعي. زدنا عليها معارضة استقلالية وطنية باعتبار أننا حنا كنعطيو للرأي العام كيفاش كنفكروا في هذه المعارضة. حنا غتكون معارضة بناءة، معارضة اللي كتخدم القضايا الأساسية ديال البلاد والقضايا الوطنية الكبيرة ديال البلاد.